السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ربي يعينكم. ربي يعينكم. لاباس بخير. الرقابة. مرحبا بكم. استجابة واسعة لمسناها من قبل التجار والمواطنين على مستوى المقاطعة الإدارية لحسين داي وتحديدا ببلوزداد، حيث وقفنا عند مدى الامتثال للتدابير الوقائية للقضاء على كوفيد-19. التجار بإذن الله رانا دار التاويل تاعنا، ديروا الاحتياطات اللازمة، ما كاش كتر من 3 مشتريه في الحانوت، والتعقيم واجب في الدخلة ومام هنا المشتريه، الصف نديروا له في جافيل بالخل، وما كانش الولاد اقل من 16 سنة، والتباعد على اقل متر بين شخص وشخص، وحنا نخافوا على روحنا، نخافوا على مالينا والغاشي كاع. كاين اللي ما يديرش بافات نقول لهم لازم ديروهم سينو ما يدخلش يشري. احنا ماذا بينا كي يكون الامن، تكون الامن، تكون البلاد مضمنه، يكون المشتري يدخل للمحل يلقى الوقايه يلقى كلش، صافي بليزير. ونخرج هذه الثانيه لاحظنا باللي الناس استجابت، التجار استجابوا للتوجيهات التي اعطيت لهم، ولم نلاحظ نقائص يعني فيما يخص الوقايه من هذا الوباء. اليوم تشارك امن المقاطعه الاداريه حسين داي المصالح الولائيه المختصه في عمليه المراقبه والتفتيش للمحلات التجاريه ومراقبه وتحسيس اصحاب المحلات حول ضروره الالتزام بالتدابير الوقائيه مع فيروس كورونا. هذا وتحصي مديرية التجارة لحسين داي أزيد من 45 مخالفة تم تحريرها ضد التجار المخالفين. أغتنم هذه الفرصة لكي أوجه نداء إلى مواطني ومواطنات المقاطعة من أجل الالتفاف حول عمل السلطات العليا في البلاد من أجل القضاء على تفشي هذا الوباء. وعليه فالامتثال للتدابير الوقائية مسؤولية الجميع.